اهلا ومرحبتين بالاكاب. اليوم الفيديو مهم لناس وناس، مهم ان نحن اصحاب الدخل المحدود كيف نخزن كميه كبيره من البصل كفينا الشتويه بدون ما يفسد. هون يا كابر انا مبدئيا هون عندي 55 كيلو بصل، هلا بلزمني كياس صغار شبك، وبلزمني طشط وعاء وسطل مشان اذا طلع عندي بصله فاسده ارميه. بفتح الكيس وفورا هلا انا بعزل البصله السليمه، ما فيها طراوه ما فيها رطوبه، هاي بحطها بكيس الشبك. شايفين بعزل هلا حاليا ما لازم يطلع نحن مثلا بصل فاسد لانه هلا موسم البصل بهذا الشكل. هلا انا بالمحل بستعمل هذا البصل الحجم الكبير، في نوعية تانية من البصل بتكون حجمها أصغر وبتكون حلوة. أنا برغب الحلوة بس أنا بوقت الشغل بتاخذ معي كثير وقت على التقشير، لذلك بستعمل البصلة الكبيرة. شايفين أنا لما بفحصه وبعبي بالكيس بضغط بإصبعتي، إذا طلع هون عندي طري هذا مو فاسد بس هذا لازم أستعمله بالأول. بحطه هون بوعاء، هذا بستعمله أول بأول. والسليم بخزنه. هلا مثل هيك عنا الكيس، انا بالنسبة الي هون كمحل يعني من 4 لـ5 كيلو بحط بكل كيس بصل وبخزنه هيك. بس انتو كبيوت ممكن تحطوا بكل كيس 3 كيلو مشان يضل متعرض للهواء، ما يصير هيك البصل كله يكبس على بعضه لانه بهالطريقة بفسد. وفهمتكم اي بصله نرميها واي بصله نستعملها بالاول، اذا كانت طريه فيها طراوه او كانت ما لها قشر بدون قشر هي نعزها على جنب، واذا كانت فاسده نرميها. انا راح انزل البصل وارجع لكم. هلا انا تقريبا خلصت بس انا ببهكم على نقطتين. هلا نحن عم نعبي البصل، معلش هي نسيتها، القشر يكون قشر ما فيه رطوبه جاف يابس بنحطه ضمن البصل لانه هذا القشر بساعد على حفظ البصل. هي وحده تنتين. هدول الاكياس منين نجيبهم؟ من عند بياع البصل نفسه، ناخذ من عنده شوال بصل، ناخذ من عنده مثلا 5 6 اكياس بيعطينا، ما في مشكله. هذا الشكل نحن عم نعبي، شايفين بنحط قشر بس يكون جاف، اهم شيء جاف. هلا انا هون شايفين عندي البصل هون هذا كله سليم، بما انه هلا موسم بصل، لو ما موسم بصل انا ايدي بالعمل يعني كان بطلع معنا بالعكس، بطلع معنا مثلا هيك كميه سليم والباقي فيه طراوه وفاسد، بطلع معنا فاسد كثير. هلا هون انا بهذا الشوال البصل كله طلع معي حبتين فاسدات بس، شايفين بهذا الشكل، هذا فيه طراوه قشره ضعيف فيه طراوه، هذا بستعمله بالاول، هذا ما بخزنه فورا بستعمله. هذا هلا بدي اربط تم الاكياس وأعلقهم بمكان يكون معرض للهواء. هلا بالبيوت أفضل مكان هو البرندة، يعني أنسب مكان نعلقهم زاوية البرندة بحيث إنه إذا نزل مطر ما يتأثروا وما يتضرروا بهذا الشكل. أنا دول علقتهم بهذا الشكل، هدول هلا بتركه لوقت ما يخلص الشتاء ما بيصير لهم شيء. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، فيديو خفيف بس ما هو نظيف، يعني عبينا الدنيا نحن تراب وقشر بس تعب ساعة ولا كل ساعة، يعني أفضل ما إنه مع حاطين كيس بصل بالبرندة وكل ما ناخذ منه ينزل تراب ونكنس تحته، بتعرفوا هالأمور أنتو. هيك هيك كياسنا نظيفة ما بهر منهم تراب، حافظين عليهم كل السنة. بشوفكم في فيديو جديد، سلامات.